مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معكم رغد من قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون بعنوان يوتيوبرز عرب فشلوا في تربية أبنائهم، وعشان تعرفوا مين هاليوتيوبرز وشو الحقيقة وراء هالموضوع احضروا الفيديو معي للنهاية، ويلا خلونا نبلش. كثير من الأزواج بينجبوا أطفال فقط بحبهم للأطفال، لكن ما بيعرفوا إنه هالطفل لازم تتوفر لهم الرعاية الكاملة من تربية وتوفير مسكن وملبس، فبتلاقيهم بيتناسوا هالأشياء وبيفشلوا في تربية أبنائهم. ومثل ما شفتوا في عنوان الفيديو، راح نحكي عن يوتيوبرز فشلوا في تربية أبنائهم. أول هاليوتيوبرز شفا، وهي من أشهر الأطفال اللي نعرفوا بشكل واسع على منصة يوتيوب، وبيبلغ عدد المشتركين في قناة شفا أكثر من 35 مليون مشترك. ومحتوى شفا بيستهدف الفئة العمرية اللي ما بين 5 سنين ل 13 سنة. تعرضت شفا لانتقادات كثيرة بسبب محتواها، وكثير من اليوتيوبرز طلعوا هاجموا محتواها واتهموها إنها بتحرض الأطفال على الكذب والخداع والإهمال. وبالنظر لها الموضوع، في كتير حكى إنه الحق كله بيرجع لوالدتها، لأنها هي ما زالت تحت السن القانوني اللي ما بيخليها عارفة إذا تصرفاتها صحيحة أم لا. وكلنا بنعرف إنه والدة شفا إلها دور كبير في إنتاج الفيديوهات، فهي اللي بتعطي شفا الأفكار وشفا فقط بتمثل، وبهيك بتكون والدة شفا هي المحرك الأساسي للقناة. فاعتبر منتقدين شفا إنه الحق بيرجع لعدم إدراك والدتها محتوى الفيديوهات الجيدة من محتوى الفيديوهات السيئة، وهيك بتكون شفا من ضمن اليوتيوبرز اللي فشلوا آبائهم في تربيتهم. هل انتو بتوافقوا المنتقدين هذا الكلام؟ احكوا لي بالتعليقات. وهل ايد خلونا نشوف ثاني هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هي ميلا ابنة أنس وأصالة، وهي ابنة العائلة المشهورة اللي بيبلغ عدد المشتركين في قناتهم لأكثر من 14 مليون مشترك. كتير من متابعين قناة عائلة أنس وأصالة بيحبوا ظهور ميلا في فيديوهات القناة، وكتير من المتابعين بيشوفوا ميلا بتمتلك مهارات عالية كإتقانها اللغة الإنجليزية بكفاءة عالية، ومهارة التصوير والتقديم بجودة جيدة كبيرة بالنسبة لعمرها. لكن بعض المتابعين بيشوفوا إنه أنس وأصالة فشلوا في تربية ميلا، وهالشي بسبب المقاطع اللي بتشاركها العائلة مع متابعينهم، كفيديو علمنا ميلا القتال بسبب مشاكل في المدرسة. فشاف المتابعين إنه معاملة الإساءة بالإساءة إشي غلط كبير، وهم بيحثوها على العنف ضد أصدقائها الدراسيين اللي ما تجاوزوا 8 سنين، وهالشي خاطئ جدا. وشافوا إنه تعرض البنت للتنمر في المدرسة بيرجع لعدم تربيتها على قوة الشخصية. أيضا الفيديو اللي نشروه قبل 11 يوم، ميلا قصت شعرها بدون رأيها، فالمتابعين شافوا انه هالعنوان بيحرض الاطفال على اخذ ميلا قدوة لهم وممكن يقلدوها، واعتبروا انس واصالة من الاشخاص اللي بيستغلوا ابنتهم للشهرة. هاد مجرد رأي في امين الناس. اعطوني رأيكم في تربية انس واصالة لميلا في التعليقات. وهالقيت خلونا ننتقل لثالث هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هما روان وريان فهمي، وهم يوتيوبرز اردني ايضا ناشطات على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب، وبيبلغ عدد المشتركين في قناتهم لأكثر من 10 مليون مشترك، وهما محبوبين جدا. أيضا روان وريان من اليوتيوبرز اللي شافهم البعض إنه في أشياء غلط كتير بيعملوها، ولاموا بهالشي والدهم ووالدتهم اللي ما بيراقبوا محتواهم. من ضمن هالأشياء اللي شافها المتابعين غلط استخدامهم للمكياج بشكل طبيعي ومستمر، وهم ما زالوا تحت السن القانوني، ومحتواهم بيستهدف الفئة العمرية اللي من عمرهم وممكن يكونوا قدوة كتير إلهم كتقليدهم في استخدام المكياج، إضافة إلى تحريض متابعينهم على المخاطرة. ومن أمثلة ذلك الفيديو اللي نشروه على قناتهم، وكان بعنوان اركبنا أخطر ملاهي في العالم. وبهيك بتكون روان وريان من ضمن اليوتيوبرز اللي عدوهم البعض إنه والدهم ووالدتهم فشلوا في تربيتهم. احكوا لي شي رأيكم بالتعليقات. وهلقيت خلونا نشوف رابع هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هي إيفا
أحد أبطال قناة أميغوس فوريفر أرابيك، معروفة جدا في الدول العربية والأجنبية ومحبوبة جدا، وتحظى بعدد كبير من متابعين قناة أميغوس فوريفر أرابيك. كتير من اليوتيوبرز اللي انتقدوا إيفا وانتقدوا محتواها ولبسها وصورها، واعتبروا هالشي بسبب والدها ووالدتها اللي ما راعوا إنه هي ما زالت في المرحلة الابتدائية من عمرها وما بيسمح لها في كل الأشياء، وعدوا لبسها وستايلها ومقاطع التيك توك الخاصة فيها خطأ كبير، وهالشي بيرجع لتربية خاطئة كان سببها الوالدين. وهيك بتكون إيفا من ضمن اليوتيوبرز اللي عدوها البعض إنه آبائهم فشلوا في تربيتهم. احكولي هل بتوافقوهم الرأي ولا لا بالتعليقات. وهالآت خلونا ننتقل لخامس هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هو جورجيو، وهو ابن العائلة المشهورة عائلة تالين تيوب، وهو معروف جدا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة يوتيوب، وبيحظى بمحبة كبيرة من متابعين القناة. كتير من الأطفال بيعتبروا جورجيو قدوة لهم لأنه مؤدب وملتزم في دراسته، لكن في أكثر من فيديو أعلن كل من تالين ولؤي عن استخدام جورجيو منصة التواصل الاجتماعي واللابتوب بشكل كبير، وهالشي عدوا البعض إنه غلط كبير وسيء، لأنه الأطفال اللي بعمرهم لازم يستغلوا وقتهم بالدراسة، وإذا كان وقت فراغ لازم يلعبوا مع أصدقائهم في نوادي وملاعب. وعد المتابعين هالشي بيرجع بخطأ من تالين ولؤي اللي بيسمحوا له إنه يقضوا وقت كتير على اللابتوب ومنصات التواصل الاجتماعي، وبهيك بيكون لؤي من ضمن الأطفال واليوتيوبرز اللي عدهم البعض إنه آبائهم فشلوا في تربيتهم. تعالوا نشوف آخر هاليوتيوبرز اللي معنا، واللي هي ديانا، وهي أحد أبطال قناة ديانا وأصدقائها. دائما ما بتتعرض لانتقاد بشكل كبير من كتير من اليوتيوبرز والمتابعين بسبب محتواها وستايلها اللي مو مناسب أبدا للفئة العمرية اللي بتتابعها. وعد المتابعين هالشي بيرجع لخطأ في التربية من والد ووالدة ديانا، وحتى وإن كانت من روسيا فعدوا البعض إنه ديانا من ضمن اليوتيوبرز اللي آبائهم فشلوا في تربيتهم. شو رأيكم فيهم بالتعليقات؟ هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم، وبكون حكيت لكم بعض اليوتيوبرز اللي عدهم البعض إنه آبائهم فشلوا في تربية أبنائهم. إذا كنتم أول مرة بتشوفوا القناة اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. لا تنسوا تعطونا رأيكم بالتعليقات. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم، وشكرا لمشاهدتكم.